الواحد يستهين بيها ويفتكر الخطايا الجامدة جدا هي اللي تودي جهنم. ده الشتيمة ايضا تعتبر نجاسة. يعني يمكن الناس يفتكروا النجاسة هي الدعارة، الزنا، حاجات زي دي، لكن السيد المسيح قال ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، لكن ما يخرج من الفم ينجس الإنسان. والشتيمة دي حاجة من اللي بتخرج من الفم وممكن إنها تنجس الإنسان. والشتيمة أيضا تدل على قلب غير طاهر، لأن الكتاب بيقول من فضلة القلب أو من فيض القلب يتكلم اللسان، وبيقول لك الإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير، يعني من اللي متخزن في قلبه الشرير يخرج الشرور. إذن خطية اللسان هي نتيجة لخطية القلب، فلو كان القلب نقيا الإنسان ما يشتمش. في ناس أفواههم مقدسة، يقول لك فمه لا يخرج منه العيب إطلاقا، ما فيش كلمة عيب تخرج من فمه، لأن فمه مقدس. ولذلك أحد الرهبان مرة كتب في مذكرته يوم تناوله، قال هذا الفم المقدس الذي تناول جسد الرب ودمه لقمة زائدة لا تدخل فيه وكلمة زائدة لا تخرج منه. والكتاب بيقول كل كلمة بطالة تخرج من أفواهكم تعطون عنها حسابا في يوم الدين. والقديسين قالوا على الكلمة البطالة ان كل كلمة ليست للبنيان، كل كلمة ايه ليست للبنيان، مش بس شتيمة، كل كلمة ليست للبنيان. من جهة الشتيمة، ان كانت الشتيمة بتودي جهنم ولا شتامون يدخلون ملكوت سموات، اصعب منها لو شتيمة ضد اب او ام. ولذلك في العهد القديم يقول من سب ابا او اما موتا يموت، من سب ابا او اما ايه موتا يموت، لانه لما بيسب اباه او امه يقع مش بس في الخطية بتاعت الشتيمة، انما ايضا في عدم احترام الوالدين، يبقوا خطيتين مع بعض، خطية مزدوجة. وايضا الشتيمة تدل على عدم محبة، لان المحبة لا تقبح، ما تقولش كلام وحش، المحبة لا تقبح كما ورد في كورنثوس الاولى 15، حتى ولا في الفكر، يعني ولا شتيمة في الفكر، لان قال المحبة لا تظن السوء، تظن السوء دي حاجة في الفكر. اذن اللي بيشتم ما بيحترمش غيره، بيقع في خطايا اللسان، خطايا اللسان تدل على نجاسة، تدل على ان القلب غير نقي، تدل على ان مفيش محبة ومفيش مراعاة لشعور الاخرين. اللي فيكو يراعي شعور الاخرين لا يمكن ابدا يشتم، بل جايز تدل على كبرياء ايضا. الشتيمة فيها أنواع،
في شتيمة اسمها اغتياب او غيبة، يعني يشتم واحد في غيبته ويسموها نميمة. وفي إدانة، ايه الفرق بين النميمة والإدانة؟ النميمة انك تشتم واحد تقول عليه حاجة في فصل معين، لكن الإدانة تشمل حياته كلها. في فرق بين واحد يقول له واحد انت كذبت في الموضوع ده، وواحد يقول له انت كذاب. كذاب يعني حياته كلها كذب، يعني جعل صفة الكذب لاصقة بحياته كلها، فدي تعتبر إدانة. وعثرة، القديسين كانوا بيحتملوا الشتائم، يقول لك نشتم فنبارك. والسيد المسيح قيل عنه انه شتم اما هو فلم يكن يشتم عوضا. ومن وصاياه بيقول باركوا لاعنيكم، وفي رومية 12 باركوا ولا تلعنوا. غير ان عايز اقول لكم ملاحظة في الشتيمة، ليست الشتيمة هي مجرد كلمة نابية تقال على واحد، لا، جايز الواحد بيشتم من غير ما يستخدم اي كلمة شتيمة. ازاي بقى؟ يعني مثلا المولود أعمى لما سألوه مين شفاك وقال المسيح، قالوا له ما تعرفش ان الرجل خاطي، قال لهم معقول ان الرجل خاطي؟ لو كان رجل خاطي مش ممكن ربنا يخليه يعمل معجزات. فشتموه، يقول الكتاب ايه؟ شتموه قائلين انت تلميذ ذاك اما نحن فتلميذ موسى. كلمة انت تلميذ ذاك يعني انت تلميذ المسيح في حد ذاتها مش شتيمة، لكن هم بيقصدوا شتيمة. هم بيقصدوا ايه؟ شتيمة. لما يكون عندك كلب في البيت وتقول له يا كذب بقصد الشتيمة، تبقى شتمته مع ان هو فعلا كده. فقصد الشتيمة يعتبر شتيمة، قصد الشتيمة يعتبر شتيمة. زي ما دول شتموه قائلين أنت تلميذ ذاك. طب وفي إيه تلميذ ذاك؟ لكن هم يقصدوا الشتيمة. أو كلام يتقال بالعكس كنوع من التريقة، يعني واحد يتكلم كلام غباوة يقول له ايه الذكاء الجبار ده اللي عندك؟ هو طبعا ايه الذكاء الجبار ده ما فيهاش شتيمة، لكن انت تقصد تتريق عليه، وهو اللي عنده ذكاء ولا حاجة. فمقصود بيها قصد الشتيمة حتى لو ما كانتش شتيمة. لكننا نستثني من ذلك اي كلمة انتهار من شخص مسؤول او شخص له سلطان، من اب روحي او اب جسدي او من مدرس او من رئيس او من واعظ او من اب الى اخره، لان الكتاب بيقول بولس الرسول قال لتلميذه تيموثاوس عز وبخ انتهر. فاذا شخص مسؤول وبخ ما تعتبرش شتيمة، ده جايز لو ما وبخش تعتبر شتيمة، تعتبر خطية يعني لو ما وبخش. عايز وبخ انتهر. نلاحظ في قول السيد المسيح من يغضب على اخيه باطلا
من قال رقى، من قال يا أحمق، إن الخطية بتتنوع. الخطية إيه؟ بتتنوع وتختلف في الدرجة وفي العقوبة، يعني تتنوع في الدرجة وتتنوع إيه؟ في العقوبة. في العقوبة مستوجب المجمع، مستوجب الحكم، مستوجب نار جهنم، كل واحد على حسب إيه؟ عمله. كل دي في عبارة رقى وأحمر. لكن بيقول إذا قدمت قربانك قدام المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك. القربان ليس هو مجرد الحمل اللي انت بتاخده في الكنيسة، بتتناول منه في الكنيسة او يقدم للتقديس على المذبح او الألوجية، انما كل ما يتقرب به الانسان لله، يقرب لله تقربا منه الى الله. ولذلك في أوشية القرابين، في أوشية القرابين بنتكلم على اللي قدموا الخمر والزيت والبخور والستور وكتب القراءة وأواني المذبح، بيقدم حاجة يتقرب بيها إلى الله. فاكر زمان واحنا كنا شبان صغيرين وكنا بنتأثر بالحاجات دي، فكان بعضنا يقول أنا عايز أقدم الدقيق الكويس بتاع قربان الحمل النهاردة، يتفق مع أبونا، يا أبونا دقيق الحمل عليا الأسبوع الجاي أو القداس الجاي، ينقيه من أحسن دقيق ويقدمه علشان ياخد بركة. وإحنا في القرابين أذكر يا رب هذه القرابين الذين قدموها والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، فبرضو دي بركة كبيرة. أو واحد يتعهد بأنه يقدم البخور بتاع الكنيسة ويبقى فرحان أن البخور اللي في الكنيسة ده هو اللي جايبه، أو يجيب بخور عطر إذا كان الكنيسة ما عندهاش بخور عطر ويقدمه، أو كنيسة جديدة يجيب لها كتب القراءة، أو كنيسة فقيرة برضو يجيب لها حاجات من اللي تلزمها وتحتاج إليه. لأن ساعات ناس واحد يقول أنا أقدم ستر للكنيسة، ده في كنائس عندها سطور بالعشرات أو المئات، بينما ربما تكون محتاجة لحاجة تاني، مش كله ستر ستر ستر، أيقونة أيقونة أيقونة. حتى الأيقونة علشان يبقى فيه هارموني، فيه انسجام بين الأيقونات، لازم يكونوا من فن واحد، من حجم واحد، يعني يكون فيه تناسق، مش واحد جايب واحدة صغيرة واحدة كبيرة واحدة لفنان واحد لفنان تاني، تبقى حاجات زي رقع جنب بعضها. المهم تشوف احتياجات الكنيسة وتقدم، لأن دي القربان انت بتتقرب إلى الله بواسطة الحاجات دي. ويكون قربان مقبول أمام الله. بيقول إذا قدمت قربانك قدام المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك. صدقوني يا إخوتي، لقد تأثرت كثيرا جدا بعبارة وهناك تذكرت. يعني إيه؟ ياما الواحد بيخطي خطايا وينساها ويقصر في حق ربنا وفي واجباته وينساها، ولكن تيجي لحظة
هناك تذكرت، تبص تلاقي افتكر. زي واحد مثلا ياما اخطأ خطايا وما جاتش على باله، وبعدين يضرب بمرض شديد يرقد فيه على فراش المرض ايام طويلة، وهو رائد على الفراش يقول هناك تذكرت. عقله يشتغل 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 ويجيب القديم والجديد والخطايا اللي عملها ونسيها والتقصيرات اللي وقع فيها ونسيها، وهناك تذكرت. الكتاب المقدس بيدلنا بعض قصص لطيفة عن هذا الموضوع، لعل منها قصة اخوات يوسف. اخوات يوسف رموه في البير وكانوا عايزين يقتلوه، وقعد يتريقوا عليه يقول له الراجل بتاع الاحلام اهو جه، وباعوه زي اي عبد. ومرت سنوات طويلة على هذا الامر وضميرهم مفيش. وبعدين لما جات المجاعة وراحوا عند الوزير العظيم، ما يعرفوش انه اخوهم، عشان يديهم، وهو بقى ابتدى يوضبهم توضيبة كويسة، يعني زي ما انا قلت ان اولاد ابينا يعقوب ابوهم معرفش يربيهم، جه يوسف الصديق رباهم كويس قوي، قعد يشويهم على نار هادئة كده. فمر قال لهم انه يحبس اخوهم بنيامين، او يجيبوه عشان تحبس. وبعدين في تكوين 42 لما وقعوا في الضيقة وزنقهم يوسف وقال لهم احضروا اخاكم الصغير الي فيتحقق كلامكم والا فتموتوا. قالوا بعضهم لبعض حقا اننا مذنبون الى اخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع، لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. وأجابهم رأوبين قائلا ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا؟ هو دمه يطلب. لما ازدادت الضيق عليهم كل واحد فيهم قال هناك تذكرت. تذكرنا لما اخونا عملنا فيه وسوينا. طب دي حكاية حصلت من يوم اكتر من 15 سنة ولا 17 سنة، لكن هناك تذكر وسط الضيقة. دي في تكوين 42-21، وفي تكوين 44-16 لما زنقهم يوسف زنقة تانية قال يهوذا، بيقول له يوسف، هو مش عارف انه يوسف، قال ماذا نقول لسيدي؟ بماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد اسم عبيدك. قال له نعمل ايه؟ الآن تذكرت. في مواقف ومواضع الواحد يقع يبتدي يفتكر، العقل ده كمبيوتر مليان، وصور تطلع قصاده، صور معينة وأخبار وأفكار، ويقول الآن تذكرت.
زي أرملة صرفت صيدا التي استضافت إلي النبي وإلي يعني بارك بيتها وعشان هي ادت له الدقيق والزيت اللي عندها. وبعدين يقول ايه الكتاب؟ يقول ان ابنها مات. ابنها ايه؟ مات. فهي قالت ايه لإيليا لما ابنها مات؟ الكتاب بيقول في ملوك الاول 17 من ايه 17-18: وبعد هذه الامور مرض ابن المرأة صاحبة البيت واشتد مرضه جدا حتى لم تبق فيه نسمة. ما فقالت لإيليا: مالي ولك يا رجل الله، مالي ولك يا رجل الله، هل جئت إلي لتذكير اسمي وإماتة ابني؟ محدش قال ان المرأة دي كانت امرأة خاطئة، لكن لعلها وقعت في خطايا معينة. فلما ابنها مات قالت له: مالي ولك يا رجل الله لإيليا، انت جيت تفكرني بخطيتي ويموت ابني؟ فكرك بخطيتك وانت كنت ناسية خطيتك؟ كنت ناسية، لكن هناك تذكرت. نفس الوضع ده حدث مع القديس بقريوس الكبير قبل ما يروح الدير. يعني امرأة اخطأت مع واحد من حبايبها وبعدين حبلت وعايزة تغطي الحكاية، فقال لها: قولي ان الراهب ده هو اللي اخطأ الي. فقالت كده، مسكوا ابو مقار وبهدلوه وقالوا له: انت مسؤول على معيشتها، تصرف عليها هي والجنين اللي في بطنها. وبقى ابو مقار يشتغل ويقول: كد يا مقارة، بقالك امرأة وبقالك ابن. ومرت ايام وجات المرأة تولد وتعثرت ولادتها حتى قربت من الموت. ولما تعثرت ولادتها وقربت من الموت قالت: هناك تذكرت، انا ظلمت الراجل البريء ده واللي حصل كذا وكذا. فجم علشان يكرموه لان هي قالت لنفسها: هناك تذكرت. جايز انت في حالة مرض تفتكر تقول هناك تذكرت على فراش المرض، داخل على عملية وعملية خطرة وخايف لا تموت، تقول هناك تذكرت. ويمكن تطلب يجيبوا لك اب اعتراف ولا حاجة تفضي كل اللي عندك. ليه؟ تقول هناك تذكرت، وكنت ناسي دي قبل كده، كنت ناسي لكن العملية فكرتني. جايز في زيارة دير، جايز في زيارة مواضع مقدسة، جايز في ليلة رأس السنة، جايز في أسبوع الآلام، جايز في وقت التناول، تقول هناك تذكرت وتفتكر كل حاجة. جايز واحد رئيس عمل يظلم انسان في وظيفته وبعدين يقع في ورطة، يقول هناك تذكرت ان انا ظلمت فلان. او جايز هو نفسه يتظلم من واحد اكبر منه،
يفتكر ظلمه القديم، ويفتكر الشاعر اللي بيقول وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمي. ليه بتفتكر دي؟ الآن تذكرت حاجة عجيبة، بيقول لك إذا قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، افتكرت أنه ماسك عليك حاجة، أنك أنت غلطت في حقه، اترك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك. ربنا مش عايز قربانك، هو عايز قلبك، ويقبل قربانك إذا كان هذا القربان مقدم من قلب نقي، وإلا تترك قربانك وتروح تشوف حكايتك دي في الأول. ولذلك نلاحظ لما كان الشعب ماشي في حياة الخطية والتعب ده كله، نلاقي ربنا قال لهم في سفر أشعياء النبي في الإصحاح الأول لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب، واتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أسر، لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، البخور هو مكرهة لي. مش البخور باستمرار، البخور ده كان ذبيحة وبتقدم على مذبح البخور، لكن إذا قدم من قلب غير نقي ربنا ما يقبلوش. وانت بتقدم البخور لربنا تقول هناك تذكرت ان لازم اصفي قلبي في الاول. عشان كده ربنا قال لهم حين تبسطون ايديكم استر وجهي عنكم، وان اكثرتم الصلاه لا اسمع، ايديكم ملانه دما. ولذلك يقول الكتاب ذبيحة الأشرار مكرهة للرب. اذهب أولا اصطلح مع أخيك، إن كنت غلطت في حقه تروح تصلح. مشكلة قايين إنه قدم تقدمة وقلبه غير نقي، وبخاصة من جهة أخيه، كان بيغضب على أخيه باطلا برضه هو راغب. أول إنسان لم يصطلح مع أخيه كان قايين. ربنا قال له اذهب أولا اصطلح مع أخيك، قال له ليه وشك هبط كده الأرض؟ ما قلبه بقى ابتدى يتغير من جهة أخوه، ابتدى يغير، ابتدى يحسن. إن أحسنت أفلا رفع، إن أحسنت أفلا يرتفع وجهك أمام الله، وإلا فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليه. اذهب أولا اصطلح مع أخيك، لا تنتظر إلى أن يأتي هو إليك. نكتفي بهذا.